الله ليستر من هاي البدله وتشوفوه. راح اضحي بانسان يا مساء الخير والعافيه. طبعا اليوم شفت بكيت ما ساعات يموت. ايش راح اسوي؟ هو سعره ناشرينه كلش غالي. ايش راح اسوي؟ اتفقنا انا والسلاوي انه يعني اريد الحبيبتي. اوكي انا ما عندي حبيبه، الحبيبه ما فيش على مود شوي يخففونا من السعر. تمام. فراح ادخل اقول له انه حبيبتي وراح اخطبها بعد كم يوم، واريد من عندك هاي الباكج تعطيني اياه بسعر حلو و100% راح اعرضه لكم بالسعر اللي انا راح اخذه. مطيه مخابري لو جاي ينتظرني. يلا خلينا نفوت. يا الله السلام عليكم. مساء الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طب لهم بالنظيف ابو سياوي. اي حبيبي انتوا لني ناشرين اثنيناتهم. هذا شلون سعره وهذا شلون سعره؟ اريد هديه بسيطه وحلوه يعني. رايتها الحبيبتي، الحبيبتي رايتها والله زين. هذا 125 وهذا سعره 90,000 الباكج. يعني هسه هذا 125 شنو بيه؟ هذا بيه شاحن ماكسيف، بيه شاحن اماكن، بيه سماعات، بيه حلو. وهذا بيش؟ هذا ب 90. هذا ايش قد؟ 125. زين انا غريب هسه يعني داخل لك. لا والله مو غريب، حاسبك سابخ. زين زين، انت تدرين قبل انا تقريبا اسبوعين كنت عازمهم، قبل لا اسافر دبي عازمهم بيتنا هو واخو. يعني وهسه جاي 20 قبلين؟ الزاد والملح وين راح؟ لازم يسوي ديسكاونت. سمعتها؟ لازم يسوي ديسكاونت. وحبيبتي عم احسب لك اياها بعد كلش بجملتها 90,000. اقول لك شغله على هذا الباكج؟ اي انا عندي فوبيا. منين الفوبيا اللي عندك؟ عندي فوبيا من الاسعار الغاليه. انت منين؟ انت منين عندك فوبيا؟ والله انا عندي فوبيا من المرتفعات. وانا عندي من الحيوانات. انت من الحيوانات؟ والله؟ من يا حيوان؟ اكيد الاسد، تخاف من الاسد. منين عندك فوبيا؟ والله من البراعصي والحي. من البراعصي والحي؟ منين عندك؟ نصر صوت. نصر صوت؟ لا يعني بدك كيوتات؟ وانت منين بيك فوبيا؟ انا انت كلنا خاف منك. والله طاب المكان، كلنا مخوفين. يلا اوكي، ايش قد تعطيني؟ زين قلت لك سبت لك يعني ب 90,000. لا اريدها ب 45 الو للمتابعين. لا وين؟ فتحت انت زيوني ابد مو سيم سعره. عمي مشكورين. حبيبي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بيك فوبيا مين قلت لي؟ ابو البشير. والله طلعنا هيك خال، طلعنا ها راح اجيب لك هديه. تعطينا هديه بدل هديه؟ اذا اجيب لك هديه تعطيني هديه؟ هذا والله؟ والله. هاي قدامك. تمام. راح اجيب راح. يا اخي ليش ترجعوني على سوالف الحقيره؟ هم يحبون هاي السوالف. يا اخي ليش تجبروني؟ يحبون واحد يأذيهم. ليش تجبروني؟ يلا سعد سعد. عمي باعش لابس اليوم ابو زينه. شنو هاي ابو زينه؟ اليوم الله ليستر. لا صدق؟ والله العظيم. صدق الله ليستر من هاي البدله وتشوفوه. الله ليستر. يا الله. زين. خليني اشوف الثاني من. تعال. فتح الباب مخاف. يعني راح اضحي بانسان. تونس على واحد يقول لي بيا فوبيا. اتونس والله. انا خفت من هالنوب سودة. والله عندك جرعة. حقيرة حقيرة. زين هاي ما تعض؟ هاي اذا خفت منها تعضك. لا صدق دير باك لا تخاف منها ترى تعضك. تريد تجيبها علي انت؟ يمه 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 يمه. بس شوف اللسان شوف. يلا ابو زينة رجعها بالبوكس مالتها وخلنا نتوكل. بيفوبيا من الحي مو؟ اي هو يقول بعد مو انا لازم اكسر له حاجز الخوف. هاي هي الك لازم يعني. يلا خلينا نتوكل. وينك ابو زين؟ عمي اصعد اصعد بس. يلا ابو تعالي يذني حيل. ها؟ وقف قدام عندي. اه والله
هسه ما ليش يا دم هو قدام من الخوف مالتك انت درجع صاعدين بالسياره لا تفلت زوين رجع لا تفلت علينا هنا وسوي لنا طرقاعه وبالسياره النوب يلا خليها يلا نقول نتوكل وفي مال ابو زينه راويهم الهديه الجميله راح نبدل هديه بهديه اللي بيها فوبيا لك حاجز الخوف ايوه فورا دير بالك لا شوفوه قاعدين خطايا من الناس جبت لك الهديه الواحد اللي وعدتك به اعطيك هديه شو تتوقع حوارها لا مو ايفون 15 بعد ساعه وايد منك ساعة ساعة بيش قلت لي؟ يا 25 وهسه بيش راح اسوي اياها؟ اي سعر اطلبه مو؟ اعطيك جايب لك هديه؟ وين الهديه مالك؟ اعطيها والله 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 خليه يرتاح طلعتها والله طلعتها بالقران طلعتها يلا طلعتها هذا شقر يلا طلعتها بصر شنو صار يعني قام عليه مات وقف قلبه لو صار بي شد حطه وطيب بسم الله عليه عمره طويل بس هذا شقه ما يصير والله انت كبير العاقل بالي شنو طلعتها يلا. راحت خذوها والله خذوها طلعتها ضربتها شلون نومتها شلون سودنتي بس اسف والله على سويته بي لازم اكسر لك حاجز الخوف راح اجيب لك اياها مره ثانيه واخليك تلزمها لا توصلني ابد تلزمها لا تجيب الزم صور حبيبي تعال لا لا زيوني لا خلي نكسر لي عاجز الخوف لا لا تعال خاطري لا زيوني بس خلي حاجز بس زيوني لا 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 زيوني شوف سلاو بقير بقير هذا شلون راضي بس يفك من عندنا ويقول لنا طلعوا باعوا شباب هاي ويا شو اسمه شباب سمع ايربود وشاحن مال تليفون وشاحنه خارجيه اصلي وساعه الترا هذا الجيل الاخير التاسع راح اشوفكم هسه يعني كافه التفاصيل عن هاي الساعه على هاي